للمزيد ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن. في البداية أهلا بك أستاذة هبة، ويعني كيف ترين وصف الصحيفة بأنه إذا استمر التضخم الأمريكي المرتفع دون رادع فقد يقضي على ما يكفي من أموال الأمريكيين مما يؤدي لركود جديد؟ أهلا بك أستاذة ريهام وأهلا بك أستاذ شادي. بالفعل هناك مخاوف متزايدة من المعدلات غير المسبوقة من التضخم داخل الولايات المتحدة. في البداية منذ عدة أشهر كان التضخم في حدود 8%، الآن وصل التضخم إلى ما يتجاوز 11%، وهذا ما دفع الاتحاد الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بشكل بمعدل 75 نقطة مئوية لمحاولة كبح ارتفاع الأسعار. المشكلة هي أن الربع الأول من العام الجاري كان نمو الناتج المحلي بالسالب، والربع الثاني أيضا جاء النمو المحلي الأمريكي بالسالب، ومعنى وجود ربعين بنمو سلبي هذا معناه أننا ندخل في مرحلة ركود اقتصادي. المشكلة أن البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين سواء بدءا من الرئيس بايدن إلى وزيرة الخزانة جانيت يالين إلى مسؤولي مجلس الأمن القومي ينكرون دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، يقولون أن التضخم وارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الخدمات وارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار الرهون العقارية، كل ذلك لا يعني بالضرورة أننا ندخل في مرحلة ركود. لكن بالطبع مسؤولي الاتحاد الفيدرالي يقومون الآن بمحاولة لتشديد السياسة النقدية للوصول إلى هدف الوصول إلى 2% كمستوى تضخم. ولكن كيف الوصول يعني إلى مستوى 2% في مستوى التضخم إذا كان التضخم الآن 11% يا أستاذة هبة؟ بالضبط، وهذا أزمة كبيرة يعني تواجه الاتحاد الفيدرالي. عادة في ظل أي تضخم عادة بتكون السياسة النقدية والمالية تعتمد على زيادة الإنتاج، على محاولة تعزيز سلاسل التوريد، على خفض التعريفات الجمركية، على تشجيع الادخار. لكن الفجوة الكبيرة بين النسب الحالية لمستويات التضخم وبين النسبة التي يأمل الاتحاد الفيدرالي الوصول إليها هي نسبة كبيرة، خاصة أن هذا التضخم غير مسبوق على مدى 40 عام. يعني آخر مرة شهدت الولايات المتحدة مستويات تضخم عالية كانت في سبعينات القرن الماضي، وبالتالي الأزمة فعلا كبيرة، والزيادة في أسعار الغذاء والطاقة داخل الولايات المتحدة تتزايد بشكل يشكل خطر اجتماعي وخطر سياسي أيضا، خاصة أننا على مقربة من انعقاد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي، وهنا سيعرض الناخب الأمريكي عن استيائه وغضبه من الوضع الاقتصادي الحالي ومن الارتفاعات أو الزيادات المرتفعة في الأسعار سواء في الغذاء. يعني هل الإجراءات الاقتصادية المتخذة الآن أستاذة هبة هي يعني الهدف الأول منها هو كبح جماح التضخم فقط، ولا أيضا هي يعني لأسباب سياسية لأنك ذكرتي الانتخابات النصفية القادمة؟ هو بالطبع التضخم وارتفاع الأسعار سيؤثر سلبا بالتأكيد على حظوظ الحزب الديمقراطي الحاكم وعلى شعبية ومدى رضاء الناخب الأمريكي عن أداء إدارة الرئيس بايدن. يعني الناخب الأمريكي المعيار الأساسي له حينما يذهب إلى صناديق التصويت هو المستوى الاقتصادي، والمؤشر الذي يأخذه الكثير من الاقتصاديين أو مؤشر مباشر على حياة الناخب الأمريكي هو أسعار البنزين، وأسعار البنزين مرتفعة بشكل لم يسبق يصل سعر الجالون إلى أكثر من 5.5 دولار، وهذا غير مسبوق حتى في ظل
لم يعني في ظل الأزمة المالية العالمية في 2008 لم يتعدى سعر جالون البنزين في ذلك الوقت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما لم يتعدى 4 دولارات في ظل أزمة عالمية كانت يعني تسود العالم بأسره، وبالتالي هذه المعدلات غير مسبوقة وتأثيرها كبير على أسعار الشحن، خاصة مع تأثيرات تداعيات وباء كورونا وأيضا ما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على أسعار الطاقة وإمدادات الطاقة بشكل عام، وما يتعلق أيضا بأسعار الحبوب، لدرجة أن البنك الدولي وصندوق النقد يحذران من أن 60% من الدول النامية والدول الفقيرة ستواجه مشكلة كبيرة، لأن هذا التضخم الأمريكي سيؤثر على الدول التي لديها ديون مقومة بالدولار، وبالتالي سيكون هناك ضغوط أكبر على العملات المحلية لهذه الدول التي تسدد ديونها بالدولار الأمريكي. فالمسألة لا تتعلق فقط بارتفاع التضخم داخل الولايات المتحدة وإنما لها بتأثيرات ذلك طبعا بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن.